عم بعدنا بتحضير الفروج، بس نحن ناطرين كمان لحتى نوصل للسبلة. نروح على المطبخ ورشة ملح. لك رلا، السبلة بلشنا فيها، ايه؟ حطيناها بالعجانة، حضرنا العجينة، بس أنا عم بحضر هلا أول فوج. بآخر فقرة طبعا رح نرجع نحضر العجينة من أول وجديد أنا والمشاهدين، وكمان رح نقطع ونحطهم بالفرن. مهم في فوج خلص صح، في فوج صار جاهز. تمام، هلا بنيجي لفوج الفروج. هيدا الفروج صار جاهز كمان بعد ما كنا نحن مفوتينه على الفرن، حاطين بقلبه من خبز التوست المحمص، خبز الطري حمصناه، حطينا شوية زيت زيتون وشوية أوريغانو، فوتناهم على الفرن، قطعناهم وحطيناهم عندي الخلطة. حطيت زيتون أسود مقطع، حطيت بصل أخضر مقطع أو فينا نحط من الكرات، عصير حامض وفلفل أسود، رشة ملح، خلطت هالخلطة الطيبة وحشيت هيدا الفروج. الفروج قبل ما أحشي حطيت رشة صغيرة فلفل أسود، رشة ملح، خل أحمر من قلبه ومن برا. وهلا في عندي طبعا دهنت اول مره من قمر الدين، نحن اليوم عندنا الفروج بقمر الدين. دهنت اول شيء قمر الدين بعد ما كنت حاطط قمر الدين مع شويه مي، وفي بعد شوي من القطع دهنا الفروج، حطينا بكعب الصينيه من المي وشويه بصل. طبعا هون نحن عم نحكي عشان الزنخه، و فوتناه على الفرن. هلا شلته من الفرن، رح ارجع مره ثانيه كمان ادهنه بقمر الدين وشيل عنه الالمنيوم فويل لحتى يبلش يتحمر. طبعا نحن حطينا الالمنيوم فويل وفوتناه على الفرن. لكن مشاهدينا عم ندهنه بهالشكل مثل ما عم نشوف هاللون الحلو، بدي ارجع فوته على الفرن. وهودي طبعا حطينا الحشوه بداخل الفروج وربطنا له اجراء بالالمنيوم فويل مثل ما عم نشوف، حطيت الاجرين على بعض ولفيتهم بالالمنيوم فويل لحتى ما تطلع الحشوه لبرا. اوكي، هيدا الفروج برجع بجي على الفرن، بفتح الفرن ومنفوته لحتى يتحمر. لكن دخلنا الفروج على الفرن، انا هلا حاطط رز مصري على النار. هيدا الرز المصري رح اقدمه كمان مع الفروج مع الخلطة اللي محضرينها كمان اللي حشيناها، الزيتون الاسود مع البصل الاخضر ومع التوست الطري. هلا في عندي الرز المصري عم بسلقه، ناطره لحتى يستوي، رح برده ورح حضره قدامي. هون في عندي بالعجينة هاي العجينة صارت جاهزة، بس طبعا رح ارجع اعمل عجينة تانية انا وياكم، بس هيدي حضرناها لنقطعها كمان ونفوتها على الفرن. لكن هدول الرزات رح يستووا، عندي من الخليط كمان جاهزين، عندي من عصير الحامض، رح نحط عصير حامض مع زيت زيتون بيعطوا نكهة كتير طيبة. هيدي العجينة لكل الأشكال اللي عملتها، في عندي أشكال، في عندي مقاطع، في عندي كذا مقطع أنا محضره، محضر المقاطع لحتى أقطع فيهم العجينة. هاي الأشكال أنا خبزت أول صينية وجاهزة لحتى نحط لها مربى أو نحط لها من الشوكولا أو نحط لها حيلا نوع من أنواع المربيات، كان بالفريز أو بالكرز، حتى فينا نحط كمان مربى المانجا كمان مش غلط، بتعطي نكهة كتير طيبة. طيب لكن أنا بعد رح حضر هلا العجينة كمان، رح أعمل فوج نفوتهم على الفرن ونرجع نطلعهم. المربى جاهز عندي، وبآخر فقرة أنا وياكم بدنا نكفي العجينة والتقطيعات، وهلا برجع بالعودة إليك رلا. تمام بدك تساعديني؟ أكيد يلا بالأكل. بس بدك اكيد بساعدك، يعطيك العافيه شيف. اما هلا رح ننتقل مع علي شحاده كمان من اهل البيت لتاني تالت رابع مره، بنقول لك اهلا وسهلا فيك، مستشار اعلام رقمي. اليوم رح نحكي انا وانت علي، بونجور، هاي رولا، رح نحكي عن الخصوصيه على مواقع او على موقع فيسبوك بالتحديد، يلي هو طبعا موضوع كثير مهم لانه بنصير نقدر نحدد مين بيقدر يشوف شو
مين بيقدر يشوف الشيء؟ صح. اوكي. هي شوي مشربك القصه. مظبوط. فنحن بننزل صور، بننزل ستاتسز، بننزل كثير اشياء، بنقدر نتحكم بالاشخاص اللي بيقدروا يشوفوا اللي عم ننزلهم. 100%. مثل ما المرة الماضية كان شعارنا، إذا مذكرك شعارنا المرة الماضية إنه ما نصدق أي، يعني كل شيء بنشوفه على الإنترنت كذبة لحتى نثبت العكس. مظبوط. اليوم كمان عنا شعار جديد اللي هو ما نحط شيء على السوشيال ميديا ما بدنا إياه يطلع على الصفحة الأولى من الجريدة. مظبوط 100%. يعني إذا في شيء بتستحوا فيه وما بدكم إياه يطلع على الصفحة الأولى من الجريدة ما تحطوه على السوشيال ميديا، ما تحطوه على الإنترنت. ما يصير علم يعني عم بيرفرف وين ما كان. لأنه كل شيء بينزل على الإنترنت صار على الإنترنت. يعني قد ما كنا نحن عم نتحكم، قد ما نحن كنا عم نتحكم بالخصوصية، بضل في أغلاط ممكن تصير، بضل في كبسة بالغلط كبسناها قام هيدي الصورة راحت لكل العالم. في ولاد حلال كتير كمان ناطرينك على الفيسبوك لا نزل شيء تسقط شيء. يعني فهاي نصيحتي اليوم للعالم، نرتكز كل الفقر عليها وما نحط شيء على الفيسبوك او على الانترنت ما بدنا اياه يطلع بالصفحه الاولى من الجريده. طبعا 100%. اليوم نحن بنكتب كثير قصص عن حياتنا على السوشيال ميديا، حياتنا الخاصه. عم تحكي حياتنا الخاصه، بنحط صور لإلنا، بنحط وين كنا، بنعمل تشيك ان. يعني اذا بتفكري فيها عن جد شغله بتخوف. يعني اللي حدا يعني بيلحقك بيقدر يلحقك بسهوله. 100%. يعني اليوم في حدا في صار يعرف انه هيدا الانسان كل نهار جمعة على الساعة 8 عم يعمل تشيك إن مثلا على الجيم، يعني هو منه بالبيت. مظبوط. في كتير قصص ممكن تخوف. هلا نحن ما حنفوت بكل هالتفاصيل، ما حنخوف، حنضل بشغلة بسيطة اللي هي القصص اللي نحن بنعملها على الفيسبوك أو بنكتبها مين في يشوفها. نعم. وكيف فينا نتحكم بهالاشياء؟ لانه مرات نحن بنحط صوره بنفكر انه بس اصحابنا فيهم يشوفوها، بيطلع انه عندنا لايكات من ناس ما بنعرفها، او حدا عم يعمل لنا اد وعم يقول لنا كثير طالعه حلوه وما بعرف شو. 100%. فكيف فينا نعرف مين عم يشوف هالقصص وكيف فينا نتحكم؟ حتى على البروفايل تبعولنا، يعني في ناس بتلاحظها بتفوت عند اشخاص بتلاقي انه ما فيك تشوف غير بس الصوره اللي موجوده. صح. على البروفايل بيكتشر وما بتقدر تعرف معلومات، حتى هالقد بيكون في برايفسي عندهم. فنحن عم ننطلق من هون ولا ننطلق بس كمان على الستاتسز؟ لا نحن حننطلق على كل شيء، يعني حنحكي من شكل عام. هلا حنشوف كيف حنفوت بالسيتنجز ونبلش نتحكم بالقصص العامه. وراح نوصل شوي شوي على القصص التفصيليه. يعني لحتى انه انا هلا اذا قلت صباح الخير مين في شو عارف مين يعني لهالتفاصيل. اوكي. فاليوم المشاهدين حفيهم يشوفوا شوي معنا كيف عم نشتغل. اول شغله تنبلش نتحكم بالقصص العامه في بالفيسبوك. اذا بنكبس هون فوق على هيدا السهم الصغير وبننزل رح نلاقي السيتنجز بالعربي، رح تكون اسمها الاعدادات. فيك تمشي معي على التليفون كمان. اوكي. بالاعدادات رح نروح على برايفسي، يعني الخصوصيه. نعم. اوكي. بالبرايفسي حيكون عندنا قصص عامه. اوكي. يعني اسئله. والفيسبوك الحلو فيه انه كثير ببسط الامور للناس اللي منا كثير انتو تكنولوجي، يعني عم يشرح لك كل شغله بجمله. هون عم نشوف هو كان سي ماي فيوتشر بوستس، يعني كل شيء انا بحطه من هلا وبتطالع مين في يشوفه. مين في يشوفه؟ كمان هيدا بشكل عام. صحيح. يعني من هلا وبتطالع هون نحن شايفين بهيدا البروفايل اللي فاتحينه هلا بابليك. شو يعني؟ يعني كل شيء انا بكتبه هلا كل الناس فيها تشوفه. 100%. اذا فتنا اليوم نحن وتفاجئنا بهي الشغله انه لا كيف كل الناس، انا ما بدي كل الناس تشوف، فينا نكبس على اديت هون ونغير هذا السيتنج، والببليك فينا نعملها فريندز، يعني بدي بس الاصحاب تشوف. exactly. انا شو عم بكتب. كنا يعني عم نقول قبل في الطابق في الكوكب. ايه. او هيدا الكوكب اللي شايفينه هون ببين على على كل البوستس يلي كل الناس فيها تشوفه. مزبوط. يعني اذا اليوم حطينا شيء مين ما كان، يعني حتى لو انا ماني فريند معي رح بقدر اشوف هيدا الشيء اللي انت كتبتي. فاذا في شغله خاصه وشفنا عليها هيدا الكوكب بدنا ننتبه. نعم. اوكي. هو اثبت يعني محبذ اكثر انه يكون بس للفريندز. لك حسب لشو عم تستعمل الفيسبوك. يعني اذا انت شخصيه عامه، اذا بتحب تشاركي بارائك، بهمك غير ناس تشوفها. نعم. يعني مش كل الناس بتستعمل الفيسبوك لاسباب خاصه بحته. نعم. يعني لصور عرسها او لهيك. لا في ناس بتحب، في كثير ناس بتحب انه الكل يكون عم بيشوف تشارك بارائها. صح. اوكي. اذا كبسنا فريندز من هلا وبالرايح بس اصحابنا، يعني هن اللي عاملين فريند ريكوست، اللي عاملين لهم اكسبت كفريندز، رح يصيروا فيهم يشوفوا. نعم. البوست زي ما قلنا. اوكي. نعم. هلا في سيتنجز اكثر يلي هي مور اوبشنز، رح شوف رح فرجيك هن بس بغير مطرح. اوكي. هلا في شغله كثير مهمه،
رح تساليني طب القصص اللي انا حطيتها قبل، نعم، بركي انا صار لي شهر عم حط قصص ببليك وهلا انتبهت انه انا ما بدي. فيسبوك اعطينا اوبشن كثير حلو انه نحن نرجع بالزمن. هون حاطط لنا انه ليميت ذا اودينس لكل شيء كتبناه قبل، يعني اذا نحن اكتشفنا انه قررنا انه بطل بدنا القصص اللي حاطينها قبل تكون عامه، فينا نكبس على هذا الاوبشن اللي هو بيقول ليميت باست بوستس، يعني بنحدد الاودينس او الجمهور اللي عم يشوف القصص القديمه وبنكبس على هذا الزر ويصير فينا نغير كل شيء سبق. بيرفكت. بس هي كل شيء مش بوست بوست صح. كلهم مش محدد يعني انه شو بدي بقدر 100% للكل ان جنرال 100% وفينا نغير بوست بوست بس الى طريقه ثانيه هلا بنشوفها بنفوت بس على التايم بس هيدي كثير تفوت وكثير بدها تاخذ يعني وقت اذا تذكرتي شغله معينه كتبتيها 100% او هيك يلي بدك ترجعي لها فيك ترجعي لها اوكي اوكي كمان في شغله مهمه انه مرات نحن فجاه بنلاقي اسمنا معمل له تاج بصوره بركي نحن ما بهمنا نكون معمول تاج عليها، بركي موضوع سياسي، بركي موضوع ديني، بركي صوره مسخره، نحن ما بدنا حدا يكون عاملنا تاج. كمان الفيسبوك بيسمح لنا انه نحن نشوف كل هول التاجز ونشيلها ونحن نحدد اذا بنطلعهم ام لا 100% حتى لو حدا ثاني عملنا تاج وهون هيدي ريفيو اول ذا بوست هي ثاني اوبشن كثير مهمه لانه في ناس عم يصير معهم حتى مشاكل لانه صح. في حدا عمل لهم تاج بموضوع معين وهن ما لهم علاقه فيه لهذا الموضوع مزبوط بنرجع هون لتاني سكشن هو كان كونتاكت مي يعني مين بيقدر يتواصل معي كمان هاي شغله مهمه للناس اللي ما بتحب يجيها مسجز من ناس ما بتعرفها هون كمان everyone يعني بهيدا البروفايل هلا اي حدا في يبعث مسج اوكي كلهم بس مسج عم تحكي على الوول ولا عم تحكي انبوكس عم نحكي هو كان كونتاكت مي على الانبوكس كمان هاي من ناحيه الخصوصيه اذا نحن ما بدنا مين ما كان يبعث المسج بس بدنا اصحابنا كمان نحن فينا نكبس ونغير هيدا السيتنج 100% هون ببطل يوصلنا رسائل من ناس غريبه عجيبه ما بنعرفها بيرفكت هاي كمان شغلة مهمة هو كان لوك مي اب مين في لاقيني على الفيسبوك كمان في ناس بهمها انه مش مين ما كان يلاقيها يعني اذا انت شخصية عامة او اذا انت ناس اسمك معقول يكون متداول او بركي حتى مؤخرا صار في خبرية يمكن انت تكوني مواطن عادي بس صار في خبرية على اسمك بالجريدة مؤخرا ما بدك مين ما كان يلاقيكي هلا يبلشوا يفوتوا الناس لعندك تمام. كمان صار فينا نحن نحدد مين بيقدر يلاقينا ومين بيقدر ما بس يلاقينا بس يعني شو بيكون بالتحديد يعني شو يعني كيف بتكون الكاتيجوري اوكي ان كان بالايميل يعني نحن انا هلا اليوم في اذا انا حطيت ايميلك دغري لاقي الفيسبوك تبعك واعمل لك اد يعني هني اصلا لا يقدروا يتواصلوا معك او يقدروا يلاقوك يا بالتليفون يا بالايميل يا بالايميل يا بالاسم يا بالاسم يا بالاسم 100% هلا فيسبوك من فتره وقفوا انه نحن ما فينا نخبي اسمنا عن العالم هي كان اوبشن انه نحن ما التقى حتى بالاسم بس هلا فيسبوك غيروها يعني خلص اذا اسمك مجبورة تلاقيه الطريقة الوحيدة اللي بدك تتخبي فيها من اسمك انه تغيري تهجيته شوي مزبوط بس فيسبوك بطل بدهم هيدا الشيء فيسبوك عطوك الكنترول على انه انت الناس ما تلاقيكي ان كان عن طريق الايميل يعني انا اليوم بكتب ايميلك بقدر لاقيكي او التليفون او التليفون في كثير ناس ما بتعرف يعني مرات انه انا بفكر انه انا ما عم بعطي اسمي لحدا عم بعطيهم رقمي فانا بحس حالي بس واو هيدي فظيعه ما كنت بعرفها 100% على التليفون غلط يعني هلا انا اذا حطيت اسم رقمك على التليفون ممكن لاقيكي وبيعطيني اسمك دغري بيلاقيني لانه هيدا الرقم اللي انا حاططه بكون كثير اكيوريت يعني فاذا ما بدنا الناس تلاقينا عن طريق الرقم كمان في عنا هون ادت ومنغير هيدا الشيء منخلي فريندز مثلا انه بس اصحابنا بيقدروا يلاقونا هيدي ان جنرال القصص العامه اوكي رح نفوت شوي على قصص خاصه اكثر قد ايه معنا وقت تقريبا 3 دقائق اوكي بهالثلاث دقائق رح اقول بشكل عام عن هو يلي هو نحن كمان فينا نتحكم اذا فتنا على التايم لاين اند تاجينج مين في يكتب عنا على الوول اوكي يعني مرات على عيد ميلاد اذا بيوصلنا 5000 مسج وما بدنا اياهم اوكي بدنا اياهم يبعثوا لنا اياهم برايفت فينا نروح نقول انه اوكي ما بدي مين ما كان يكتب على الوول عندي حروح هلا لشغله كثير مهمه اليوم انا هلا اذا حطيت بوست اذا حطيت صوره او اذا كتبت صباح الخير شايفين هون هيدي الويندو اللي بيطلع لنا دائما اذا نحن بدنا نكتب شيء فانا ححط انه هاي ايفريون هلا بشكل عام هون مثل ما شايفين public يعني هاي انا اذا هلا عملت لها بوست في كلمه public هون كل الناس رح تشوفها اوكي بكبس على public هلا صار في اختار friends
فانا هاي اذا عملت لها بوست اذا انت منك فريندز معي ما رح تقدري تشوفيها. اوكي سو بس فريندز معي رح نفوت اكثر هون حنفوت على المور اوبشنز في اونلي مي مزبوط بس انا بشوف بس شو أنا. بدي فيها شو بدي فيها كذا سبب بركي هاي عم حطها هلا بدي بعدين اكشفها او بركي عم جرب كيف بيطلع شكل البوست او بركي انا بدي عم ارشف شيء خاص فيي هلا ما كثير ناس بتستعملها اكيد هاي الاوبشن وعندي بس شغله بس هي فكره انه اذا عم بتجرب شو كيف بتطلع كمان عندي شغله مهضومه هي الكاستم هون في انا نقي بالاسم مين بده يشوف ومين بده ما يشوف أوي. يعني اذا انا عم حط شغله وبدي رفقاتي بالجامعه ما يشوفوها او اذا انا عم بحكي على حدا وما بدي اياه يشوفها او اذا عم حط شغله وما بدي ماما تشوفها هاي ماما في انا ماما ما والكل العالم فيها أوكي. تشوف هاي الا وبكتب اسماء الاشخاص اللي ما بدي اياهم يشوفوها لهي الشغله فهني ما حيشوفوها ما حيبين عندهم انه انا كاتبها الا اكيد اذا حدا ان شاء الله الجاره ما تقلا للماما اذا ابني كاتب حاطط هيك فهون فينا نبلش نتحكم كمان بهول التفاصيل مين بيشوف ومين في ما يشوف ودائما اخر جمله بقولها دائما فوتوا على التايم لاين تبعكم وكل بوست بدكم تتاكدوا مين في يشوفها ومين ما في يشوفها دغري تحت حد البوست رح تشوفوا يا في كوكب كرة أرضية يعني كل الناس يا في وجام يعني أصحابكم وفيكم تكبسوا عليها وتغيروها 100% Thank you كتير حلوين You're welcome كتير قوية like. ولايك أكيد لايك لازم الكل يشيك هلأ التليفون وشوف كيف البرايفسي محطوطة وعلى أساسها أنتم تختاروا كيف بدكم يكون البروفايل تبقوا لكم Thank you لألك علي welcome. رح نتوقف مع بريك ومن بعدها منكفي مع آخر فقرة ورشة ملح